والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احبتي في الله اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استكمل معكم في هذه الحلقه الحديث عن دلائل اخرى لنظريه التطور مما يذكره العلماء عاده في كتبهم المختصه بهذا الشان. طبعا نظرية التطور أيها الإخوة كسائر النظريات العلمية الناجحة لابد دائما أن تطلق تنبؤات predictions يعني ثم تخضع هذه التنبؤات لماذا؟ للاختبار كلما نجحت أكثر كلما تأكدت النظرية يعني هذا ما يعرف بالقدرة التنبؤية للنظرية بالقدرة التنبؤية للنظرية من ضمن تنبؤات النظرية القديمة إلى حد بعيد تنبؤها بان الثعابين قد تطورت عن زواحف بالاحرى عن ليزر يعني عن سحالي ذات إيه؟ اطراف اماميه وخلفيه هذه السحالي حين تطورت فقدت اطرافها بقي طبعا هناك إيه ما يعرف بالادله الاثريه الاثار الباقيه لها بيستجز آه. كما شرحناها في حلقه سابقه هل هذا صحيح طبعا جاءت الحفير لتصدق هذا التنبؤ التطوري في عام 2006 في باتاغونيا باتاغونيا ذكرناها في تاريخ النظرية في الأرجنتين قليم باتاغونيا في عام 2006 في باتاغونيا عثر العلماء على متحجرة لثعبان تعود أو ترقى قدما إلى 90 مليون سنة 90 مليون سنة وبالفعل هذه المتحجرة أظهرت صحة التنبؤ التطوري حزام حوضي رفيع أو ضئيل ورجلين أو طرفين خلفيان متحجران ضامران موجود هذا في الحفرية هذا يؤكد إذن أن الثعابين لها أسلاف من السحالي تطورت وفقدت هذه الأعضاء هذا واضح العلماء كانوا يتحدثون قبل هذا على أنها نبوءة المفروض يكون هيك يعني المفروض ان يكون ايه هيك ولانه في السجل الاحفوري السحالي كانت موجوده قبل الثعابين قبل الثعابين فرجحوا ان تكون الثعابين هي نوع من الاخلاف او المتحدرات تطورت عن السحالي جاءت هذه الاحفوره 2006 في اقليم باتاغونيا لتؤكد صحه هذا التنبؤ هناك ايضا احفوره عجيبه من الاحفورات المثيره جدا هاي كويلا لانسيوليتا وجدوها في الصين وجدوها في الصين هذه ترقى إلى 530 مليون عام شيء عجيب أكثر من نصف مليار أكثر من نصف بليون أو مليار سنة أيها الإخوة تشبه السمك الرعاد هذا الإنقليس هذا الذي يضرب بالكهرباء تشبهه تماما صغيرة طبعا هي لا تتجاوز البوصة اثنين ونصف ونصف سنتيمتر بوصة إنش إنش واحد، صغير جدا. لكن لها زعنفة ظهرية مشرشبة. طبعا إذا كتبت اسمها تستطيع أن تراها في مواقع كثيرة جدا. لها رأس. لها مخ. لها قلب. ولها أيضا عمود غضروفي على طول الظهر. ولها سبينال كورد أو حبل شوكي. إذا يقترح العلماء علماء التطور والتاريخ الطبيعي أنها قد تكون أول الحبليات. السلف الأقدم المشترك لكل الحبليات لأنه فيها حبل شوكي في هذا الجسم الصغير ولذلك أيضا هم يقترحون أنها قد تكون يعني الجذر التطوري الأبعد لنا بهذا الاعتبار لكل الفقاريات وكل الحبليات هذا الحيوان الدقيق البسيط الذي لا يتعدى إنشا واحدا طيب عودا أيها الإخوة إلى الأعضاء الأثرية الآن ذكرناها آه. يعني عضو أثري طبعا في فرق بين العضو الأثري وبين أشياء أخرى سأذكره ربما إيه بعيدة في الحلقة العضو الأثري يا الإخوة العضو الأثري هو أثر من عضو فقد وظيفته لم يعد يمارس وظيفته مش معناه أنه غير موجود هو موجود ولكنه لا يمارس وظيفته التي تطور لأجلها في الأصل يعني حين تطور هذا العضو وظهر، لماذا؟ من اجل يؤدي هذه الوظيفه المحدده، الان لا يؤديها. طب لماذا هو موجود؟ دليل صامت على التطور. وكما قلنا في حلقه سابقه، الخلق القوي هنا يجد نفسه في مأزق حقيقي. لو كان كل شيء بخلق الهي مباشر وبتصميم ماذا يصمم الله؟ اعضاء لا وظائف لها. لماذا؟ المفروض الا تكون موجوده. المفروض الا يحمل الكائن امتعه زائده. صحيح أنت حين تمشي وتسافر أنت لا تريد متاعا زائدا لماذا هذا المتاع الزائد أشياء موجودة وملهاش وظيفة في الحقيقة التطور هو الذي يفسر هذا لأنها بقايا أعضاء كانت موجودة في أسلافنا وكان لها وظائف وكان لها وظائف كانت تؤدي وظائفها لكن بعد ذلك كفت عن أداء الوظيفة لسبب أو لآخر وبقيت كآثار لتدل على ماذا على ما كان في الماضي، على ما كان في الماضي. تماما مثل دلالة الأحفورة. الفصل تدل على أي حكاية في الماضي؟ الأعضاء الأثرية هذه تدل على حكاية في الماضي، نحن ضربنا أكثر من مثال للأعضاء الأثرية. اليوم سنذكر بالأشياء المشهورة جدا في الإنسان بالذات من الأعضاء الأثرية. الزائدة الدودية. الزائدة الدودية عضو أثري. واضح أنه يؤشر إلى أصولنا البعيدة التي كانت نباتية لأن الحيوانات التي تغتذي بالنبات تحتاج إلى الزائدة الدودية وتكون طويلة وعريضة ومعقدة وفيها كما قلنا إيه غرف بصمامات حين ذكرنا إيه سلاحف كرواتيا سلاحف إيه مش سلاحف عفوا سحالي أو ليزرز كرواتيا على كل حال فهذه الزائدة موجودة قد يقول بعض الناس لا لا لكن الأطباء والعلماء اكتشفوا فوائد لهذه الزائدة صحيح فيها بعض نسيج أيها الإخوة يساهم بمعنى ما في جهازنا المناعي وظيفة بسيطة وثانوية يعني مش قوية جدا لأن معظم الناس أيها الإخوة يعني الذين يتعرضون لانتهاب الزائدة آه طبعا الأطباء الجراحون لأن عموما يعني إذا فتحوا هذا المكان مباشرة يستأصلون الزائدة إذا حتى أنت لا تعاني منها يستأصلونها أفضل لك لأنه أنت معرض للإصابة بالتهاب الزائدة وهو التهاب خطير إذا لم يعالج آه. بالسرعة الملائمة وترك قد تنفجر الزائدة فتقتل صاحبها خلاص تسمم كل الأبد من هذا يموت الإنسان شيء خطير جدا أنت معرض بنسبة واحد على 15 واحد على 15 أن تصاب بالتهاب الزائدة النسبة يعني مش كبيرة جدا لكنها ليست ضئيلة أيضا مش واحد في المئة واحد على خمسة ممكن إيه تصاب بالتهاب الزائدة فعلى كل حال قال لك هذه إيه وظيفة وظيفة أخرى أنها قد تشكل ملجأ للبكتيريا أيها الإخوة التي تزال من الأمعاء في ظرف أو في آخر في ظرف أو آخر تشكل ملجأ إليها فمفيدة أيضا مقبرة لهذه إيه؟ البكتيريا لكن مثل هذه الفوائد الثانوية البسيطة مرجوحة يعني يرجح بها مرجوحة بماذا؟ بمخاطر الزائدة على الإنسان كما قلت لكم الآن طبعا خطر أن يموت الناس بسبب التهاب الزائدة لا يزيد على واحد في المئة يعني بسبب التهاب الزائدة الذين يموتون مش أكثر من واحد في المئة بفضل ماذا؟ التطور والتدخل الجراحي يتدخل الجراحون وعملية آمنة واحد في المئة فقط الموت فيها يعني من كل 100 عملية ممكن واحد يموت تخيل لكن في الى القرن التاسع عشر طبعا متى دخل اطباء جراحيه لازاله الزائده؟ في القرن التاسع عشر متاخر وقت متاخر قبل ذلك ايها الاخوه كان نسبه الموت كان نسبه ايه؟ الموت اعلى من هذا بكثير تصل الى 20% تصل الى 20% اذا عبر ايه؟ حياه الانسان كلها الوف السنين عشرات الوف السنين كان الانسان يحمل في باطنه ايها الاخوه قنبله موقوته تهدد بقتله في كل لحظة هذا الذي يجعل المزيتين اللتين ذكرتهما قبيل قليل مرجوحتين بإزاء ماذا؟ مخاطر التهاب الزائدة الدودية إذا لماذا؟ يقول التطوريون مستحيل أن تكون هذه الزائدة من عمل تصميم ذكي من عمل وتصميم إله خالق مريد مدبر حكيم يقدر كل شيء تقديره ويضعه في موضعه غير مناسبة أضرارها أكثر بكثير من ماذا؟ من منافعها إذا لماذا هي موجودة؟ يقول لك فيستيجيز هذه أثر باقي هذا عضو أثري كان مفيدا قبل مئة ألوف أو ملايين السنين في أسلافنا البعيدين الماضين أما الآن فليس مفيدا ولم يبقى السؤال الآن طب لماذا لم يعمل التطور على إزالة الزائدة بالكامل؟ بما أنها خطيرة الآن وتعرض الإنسان للالتهاب التهابها يعني فلماذا لم يزلها يمكن أن يجيب بعضهم هو في سبيل إلى ذلك الإنسان لم يقف ولا الكائنات ولا شيء لم يقف عن ماذا عن التطور إنه لا يزال يتطور هذه عملية إكستنتد عملية ممتدة فربما بعد عشرات ألوف مئات ألوف ربما ملايين السنين تزول بالكامل ويزول معها خطر التهابها وربما التطور وقف عند هذا الحد أيها الإخوة لأن هذا الحد هو الملائم بحيث أنه إذا تعداه يتعرض الإنسان لخطر أكثر كيف طيب؟ بمعنى أنه لو أن التطور عمل على تخليص الزائدة بحيث تكون إيه؟ أصغر وتكون أقل سمكا أو أقل عرضا أو أقل عمقا هذا يؤثر إيه؟ أو قد يعني يؤثر على مباشرة احتقانها السريع وانفجارها فهذا الحجم هو المناسب الان طبعا واحد يقول لي انت عجيب تتحدث كانه تطور عقل كبير كانه هو الرب والاله يعني كانه في منطق هنا وفي درايه وفي كذا لا طبعا اي تطوري خاصه ملحد يقول لك لا ابدا هذا عمل ماذا؟ الانتخاب الطبيعي الطبيعي الذي لا يعمل عشوائيا على اي تغير عشوائي تغيرات عشوائيه بطريقه ماذا؟ طريقه البقاء ماذا؟ للاصلح اللي عمليا اصلا عمليا بحكم طبيعه الامور وجري الامور، ها؟ الذي يثبت انه اصلح يبقى وغير هيك يهلك لكن نعبر عنه بطريقه توحي عاد بالحكمه والتصميم والغايه، ما في حكمه ولا تصميم ولا غايه. جواب مقنع بالنسبه اليهم يعني في منطق هنا، كلامهم فيه منطق اذا تاملتوه بعمق فيه منطق بالنسبه اليهم لكن ما مدى منطقيه هذا المنطق؟ هذا كلام السلسلة الثانية إن شاء الله هنشوفها لأنه يعني في أدلة معارضة كثيرة لهذا الشيء طيب كوكسيكس كوكسيكس العصوص آه. يقولون عجب الذنب وعجيب عجيب أنه حتى في الأحاديث النبوية وفي اللغة الفقهية والدينية مرتبط هذا بماذا؟ بالتيل بالذنب يقولون عجب الذنب العصوص ما هو العصوص؟ العمود الفقري يا اخواني في الفقرات الفقرات ايه العجوزيه اخر شيء بعد الفقرات العجوزيه عندك اربع فقرات مندمجه فيوزد منصهره يعني فيوزد فيوجن من منصهره او مندمجه اربع فقرات صغيره اصغر طبعا من الفقرات ايه العجوزيه مندمجه وبتعطيك ايه هذه البنيه وهذا الشكل الذنبي المصغر موجوده في الاخير مرتبطة بها بلا شك عضلات معينة، هناك العضلة الباسطة العصعصية مرتبطة بالعصعص. طيب ايش هذا العصعص؟ ما في ما فائدته؟ ايش اصله؟ ايش اصل هذا العصعص؟ لماذا؟ لأنه في مشكلة كبيرة. هناك نسبة معينة لأطفال مواليد يلدون ولهم ذهب. اكتب أنت في النت سوف ترى شيئاً يعني يخشع له البدن. سوف ترى صورة إنفنت طفل صغير، اه رضيع إسرائيلي في إسرائيل كان عمره ثلاثة أشهر سوف ترى الصورة من الخلف، صورة مصورة، ذنب هذا الذنب قد يصل طوله إلى ثلاثين سنتيمتر. ذنب حقيقي، ذنب حقيقي يا إخواني، نتحدث <applause> <applause> بعد أخير عن ها عن, ها عن هذه الأشكال أو الأنماط من الذنب البشري هذا امتداد للعصعص امتداد هو العصعص نفسه تكون الفقرات غير ايه مندمجه ما بتكون فلوس بالعكس وبتكون كبيره اكبر مما هي عليه في العاده وتكون من حيث السايز او الحجم قريبه ايه الفقرات ايه العجوزيه وبتكون مستطيله ومتباعده هل لها علاقه بالذيل؟ هل احنا كانت بذيل؟ لا احنا لها مش بذيل لكن معناها اسلافنا بذيل نحن كائنات متطوره نحن كائنات متطورة وهذا بقايا الذيل الذي كان لنا طبعا بقايا الذيل وكما قلت لكم حتى في الأحاديث النبوية النبي يقول إيه كل عظم في الإنسان يعني يتلاشى يروح يذوب في الأرض إلا عجب إيه الذنب يعني حتى في الحديث الصحيح النبي يسميه عجب الذنب ذنب إيه قال لك هذا الذنب نحن كائنات مذنبة كنا مذنبة وهذا بقايا ايه الذنب فينا شيء غريب ومزعج شيء غريب ومزعج يا اخواني العضلة الباسطة هذه العصعصية موجودة في كل المذيلات كل الحيوانات التي لها ايه فيول ها أه؟ ثدييات فيها العضلة هذه لكن هذه العضلة تحرك ماذا؟ الذنب لدينا لا تحرك ايش؟ هذه البنية العظمية المندمجة طب لماذا العضلة؟ لماذا؟ عضو أثري حتى العضلة نفسه عضو أثري موجودة مرتبطة بعضو آخر أثري إنه إيش العضلة هذه فائدة العضلات أنها إيه؟ تحرك العضو وهذا ما بتحرك بنية عظمية مندمجة لا تتحرك لكن الذين يولدون ولهم ذيل يا إخواني أحيانا بعضهم يتلوى الذيل كمان مش يتحرك يتلوى إنسان بذيل ويتلوى إذا العضلة الباسطة العصعصية إيه تشتغل هذا شيء خطير وشيء مثير كما قلت لكم ومزعج واضح أن العصعص أيها الإخوة هو فعلا بقايا الذنب الذي كان لأجدادنا الأبعدين لأسلافنا إيه المعرقين في القدم هذا بقاياه هذا عضو أثري هذا عضو أثري مباشرة هذا يذكرنا وينقلنا إلى ماذا؟ إلى عضلات صوان الأذن ثلاث عضلات ثلاث عضلات طبعا أكيد كل منا يعني اتفق الرأى بين أصدقائي أو أقاربي أو معارفي من يحرك إيه؟ أذنيه طبعا الحمد لله نحن لا نستطيع يعني كان يمكن أن يكون مسليا لا ندري حجم التسلية لكن بعض الناس يفعل هذا من اللطيف أن العالم جيري كوين صاحب كتاب إي إز قال انا عندي هذه واحركها وحين احاضر في تلاميذي احرك لهم اذني وتحدث تسليه عظيمه طبعا ها شفتوا ها طيب <applause> اذا ثلاث عضلات هي عضلات اي صوان الاذن ايها الاخوه كما قلنا قبيل قليل العضلات وظيفته ان تحرك ماذا العضو لا تحرك العضو في معظم الناس اذا لماذا هي موجوده هذه متليفه هذه اعضاء اثريه عضلات اثريه موروثا من اسلافنا الذين كانوا ماذا يحركون اذانهم طبعا هؤلاء الاسناف تحدر منهم ايه اخلاف كثير ونحن منهم توقفت هذه عن الشغل هناك اسلاف اخرى من الثدييات عفوا هناك متحدرات او اخلاف اخرى من الثدييات لا تزال تحرك ماذا اذانها اشهرها على الاطلاق القطط البساس في بيوته حيوان مدجن هذا آه يحرك أذنيه لماذا؟ لكي يحدد مصدر الصوت مصدر الصوت صوت الفرائس صوت الطرائد صوت الشريك وصوت الأبناء هذا صحيح مفيد جدا هذا فيحرك الإنسان لا يحتاج إلى هذا الإنسان يبدو أنه كف عن استعمال أذنيه لأسباب لكن ربما وهذا مرجح أنه طفرات في طفرات معينة أصابت إيه؟ أصابت بعض جينات الإنسان فكفّت أذنا عن الحركة مستعيضاً الإنسان طبعاً استعاض بماذا؟ بقدرات أخرى، لياقات أخرى جعلته لا يحتاج إيه؟ إلى تحريك الأذنين إلى تحريك الأذنين تماماً كمقارنة حاسة أيضاً إيه؟ الشم بحاسة الرؤى عند الإنسان وسوف آتي إلى الكلام حول هذه القضية بعيدة قليل إن شاء الله تعالى جميل إذا أيها الإخوة، كل هذه الأثريات تحدثنا عنها اليوم في المرات السابقة لا تجد منطقها، لا تجد معناها خارج فرضية التطور. من الصعب أن تفسرها خلقوياً، تكوينياً، تقول لي الله تبارك وتعالى يضع كل شيء في موضعه، لا يخلق شيئاً زائداً عبئاً عليك وأنت لا تستعمله ولا تحتاج أن تستعمله. إذا لماذا هو موجود؟ لا هو موجود كأثر من المسار التطوري الطويل ليدلك على الحكاية ليدلك على الحكاية كما يقال هو شاهد صامت شاهد صامت ليدلك على إيه؟ على أصل الحكاية أعجب من هذا النيبلز أه؟ والأذاء الحلمات يعني النيبلز أه؟ والأذاء عند الرجل لماذا الرجل له ثديان وفي الثديين حلمتان كالمرأة بعض الرجال لاختلال هرموني يعظم عنده ايه؟ الثديان يوشكان ان يصير ايه كثديي امراه اه موجود هذا الشيء والعجيب ان البنيه العامه للثديين عند الرجل هي نفسها بنيه الثديين عند المراه باختلاف ماذا؟ باختلاف النمو نفس النسيج نفس البنيه ومش بس وبس الرجل ينتجان الحليب بكميات ضئيله جدا ما تنفعش طبعا لإرضاع الصغار كميات ضئيلة جدا لكن في ويتعرضان لسرطان الثدي كما تتعرض إيه ثديان المرأة طبعا بنسبة أقل بكثير لكن موجود يصاب بعض الرجال بسرطان إيه الثدي مثل ما تصاب إيه النساء لكن النسبة هناك أكثر بكثير كما هو معلوم من أين أتى هذا؟ ولماذا؟ والرجل لا يرضع صغارا ولا يحتاج هذين الثديين للارضاع. قال لك اعضاء اثريه، اعضاء اثريه. الاكثر اثاره من هذا ايها الاخوه ما يعرف بخط الحليب بخط الملك لاين في الحقيقه مش لاين واحد هو تو لاينز لذا تسمى ايه ملك لاينز خطاء الحليب. خطاء الحليب موجودان في الثدييات في الذكور والاناث على سواء. طبعا بما في ذلك ماذا؟ الإنسان موجود في الرجل وفي المرأة خط الحليب أيها الأخوة يبدأ من الذراع ينزل آه إلى تحت العانة في الفخذ خط هنا وخط هنا آه موجود هذا إيه في الذكور وفي الإناث في بعض المراجع الطبية المدرسية كما يقال تكست بوكس آه ترى صورا صور فوتوغرافية مصورة آه لرجل وله حلم هنا ايضا وحلم هنا يعني باربع حلمات واحيانا اكثر من اربع حلمات وهذه الحلمات الزائده النيبلز تكون دائما على خط ماذا على خط الحليب على خط <applause> الحليب الاعجب من هذا بعض النساء قد يبرز لها ثدي طبعا صغير او غير متخصص ثدي صغير على خط الحليب احيانا يكون في الفخذ هنا في اعلى الفخذ ثدي على اخر خط الحليب هنا او ثدي هنا او هنا غير الثديين ما هذا؟ هذا يذكرك بسلفك الابعد الغابر هذا السلف الذي تحدر منه اخلاف اخرى غيرك لا لا تزال تعيش الى اليوم ولديها ماذا؟ اكثر من ثدي، صحيح؟ اكيد رايتم حيوانات داجنه لها اكثر ايه؟ من ثدي او طاب ترضع منها ايه اولادها كلاب والقطط مره اخرى اكثر من ثدي تكون نائمه إيه؟ على خط الحليب على خط الحليب هذه النقاط طبعا توزعها يختلف من حيوان الى حيوان هذه قضيه ثانيه ممكن ان تعود الى الكتب المتخصصه لكن موضوع خط الحليب هذا ايضا موضوع مثير وغريب جدا مش فقط لنا ثديان وحلمتان ولا قد تبرز الى بعض الرجال حلمات اخرى على خط الحليب معناها إحنا تطورنا من كائنات فعلا كانت تمتلك اكثر ايه؟ اكثر من ثدي من ثديات تمتلك اكثر من ثدي آه والاثار باقيه الى اليوم والاثار باقيه الى اليوم شيء عجيب كما قلت لكم ان يستاصل لامراه ثدي في فخذها من اين اتى هذا الثدي؟ هذا الثدي ايضا دليل صامت على وقوع التطور واشتغاله هناك شيء اعجب حقيقة أنا اعجب من الاعضاء الاثرية ما هو؟ التاسل اتافيزم اتافيزم معناها التاسل التاسل في اللغة العربية هو أن ينزع الولد إلى مشابهة أبيه أن ينزع الولد إلى مشابهة أبيه إيش المقصود بالاتافيزم في علم الأحياء في علم الأحياء وإيش علاقة الاتافيزم بالأعضاء الأثرية بيستجز. هذا شيء وهذا شيء هنشوف الاتافيزم ايها الاخوه او التاسل ويجمع على تاسلات مظاهر تاسليه مختلفه يعني عوده عضو معين مندثر غير موجود الى الظهور وفي العاده هو لا يظهر في العاده هو ايه لا يظهر مندثر وقد يكون ايه كما قلنا ايه تحول الى عضو اثري بقيت منه ايه اثار تدل عليه إن عاد حقيقة إلى الظهور يعتبر هذا ماذا؟ تأسلا التفزم آه. يعني الآن تحدثنا قبل قليل عن إيه؟ عن العصعص العصعص عضو ماذا؟ أثري لكن أن ولد طفل بذيل له ذيل أيها الإخوة له ذيل هذا يقول ماذا؟ لا يقال هذا عضو أثري هذا ليس عضوا أثريا هذه ظهرت ماذا؟ تأسل هذا الأتفزم هذا إيه؟ الأتفزم لماذا؟ لأنه في الأجداد الأبعدين كانت هناك ذيول تنمو لهم ذيول شيء طبيعي هذا فأن ينمو لنا أي آه. ذيل الآن هذا مش قضية أثر مش قضية أي عضو أثري هذه قضية تأسل أن العضو عاد وعبر عمل إكسبريشن آه تعبير عبر عن نفسه في الحقيقة الذي عبر عن نفسه مش العضو الجين آه إذا دخلنا إيش في المسألة الوراثية إذا إيش اللي بيصير؟ كيف يمكن لعضو مندثر لا يظهر في العادة أن يعود ويعبر عن نفسه فمثلا نرى فرسا صغيرا يولد من رحم أمه بثلاثة أصابع فرس عنده فقط إيش الحافر والحافر في الحقيقة ماذا هو الأصبع الوسطى فرس في الأصل كان عنده إيه الأصابع كلها خمسة وبعدين إيه بالتطور الأصبع إيه وحتى في الجنين جنين الفرس أيها الإخوة العلماء يصورون هذا يكون له ثلاثة إيش أصابع وتنمو بتساوق في وقت واحد بنفس النسبة في مرحلة معينة من تطور الفرس جنينيا لا يبدأ الأصبع الأوسط ينمو بسرعة أكثر آه. فيظهر الآخران كأنهما إيه انكمشا ويستحيل هذا إلى حافر ويظل هذا ماذا منكمشين في الداخل هذا فقط لكن هي ثلاثة فإذا ولد الفرس بثلاثة أصابع أيها الإخوة ولا تطأ الأرض إلا حين يعدو الفرس هذه ظهرت ماذا؟ التفزم هذه ظاهرة تأسل عضو يعبر عن نفسه لا. الذيل في الانسان كما قلنا ظاهرة ايه؟ اتافيزم ذيل ذيل يتحرك لا يتحرك المهم ذيل بارز هذا اتافيزم كيف؟ كيف يمكن لهذا العضو القديم المندثر اللي كان في الاسلاف ان يعود ويظهر من جديد؟ هذا ليس له تفسير الا كالتالي الجينات التي كانت تخلق او تبدع او تنتج هذا العضو وتشغله لا تزال ماذا؟ موجوده. موجوده. بما انها لا تزال موجوده لماذا لا تعبر عن نفسها في كل ايه؟ حامليها لانها ماذا؟ اصمتت، اسكتت سايلنسد موجوده لكنها ايه؟ لا تعمل لا تعبر عن نفسها وهذه تسمى الجينات ماذا؟ الميته ديد جينز او الجينات الزائفه سودو تكتب بسودو بس تلفظ سودو سودو جينز جينات مصمطة ساكتة ميتة زائفة سبحان الله أحيانا هذه الساكتة مثل أقول لك الخلايا النائمة أحيانا تصدق والعياذ بالله يقظتها يقظة الموت والدمار والدم فهذه الجينات النائمة أو المصمطة أو الزائفة أحيانا سبحان الله تعود إيه إلى التعبير عن نفسها إذا عبرت عن نفسها أنتجت العضو الذي كان إيه؟ ينتج بها وبتعبيرها تشغله فبنشوف إنسان بذيل شيء غريب جدا بنشوف فرس إيه بثلاثة إيه؟ أصابع وبنشوف أشياء أعجب من هذا بنشوف حيتان بطرفين خلفيين عجيب رجلين يعني حوت برجلين وهناك نسبة لظهور هذه الحيتان الآن سنأتي إليها إن شاء الله تعالى اذا يعني فهمنا يا اخواني ما الفرق بين ظاهرة الاعضاء الاثريه وبين ظاهرة التاسل هو هذا الفرق. التاسل يختلف عن موضوع إيه؟ العضو الاثري. مع التاسل لا يغدو العضو اثريا يعود عضوا ناشطا حيا كانه شيء من الماضي تم احياؤه بتمامه وكماله او الا قليلا، هذه ظاهرة غريبة وذكرت لكم تفسيرها. طيب واحد يقول لي هل ظاهرة التأسل أتفزم مثل ظاهرة التشوهات الخلقية لا طبعا فرق كبير واضح الفرق يعني الطفل مثلا يولد إيه بخمسة أطراف يعني ثلاثة أيادي ورجلين مثلا أو يدين نفترض وثلاثة أرجل هذه ظهرت ماذا تشوه خلقي لها تشوه إيه خلقي أو خلقي هذه تختلف عن ماذا عن التأسل لماذا لأنه لم يكن بين أسلافنا من كان له ماذا؟ خمسة أطراف ما في في تيترا أربعة أطراف إحنا كائنات كنا رباعية إيه؟ الأطراف ما في كائنات خماسية الأطراف إذا هذا مش تأسل أنه زمان كان في كائنات عندها خمسة أطراف بعدين إيه؟ تم إسكاتها إسكات جيناتها والآن عادت تأسلت غير صحيح طب كيف يحدث؟ هذا تشوه خلقي هذا خطأ في عمل إيه؟ الجينات خربط البرمجة الجينية كلها واضح؟ في خربطة هنا في طفرة في طفرة سيئة طفرة ايه فيتال او ميتة او مضرة جدا هو هذا شيء اخر التشوهات الخلقية غير موضوع التأسل والتأسل غير موضوع الاعضاء الاثرية لابد ان نميز بين هذه الاشياء الثلاثة كما قلت لكم من ظواهر التأسل اللطيفة والعجيبة والمثيرة حوت بخلفيتين من بين كل خمسمائة ولادة في الحيتان تأتي ولادة على هذا النحو يولد حوت يعني موجود مش خمس مئة ألف كل خمس مئة نسبة لا يستهان بها يوجد لك حوت وله ماذا؟ قدمان خلفيتان صح مش كاملتين بالكامل كذا ولكن قدمان وفيها معظم العظام صغيرة ها ومختزلة لكن ظاهران ها القدمان ظاهرتان خارج ماذا؟ خارج البدن خارج الجسم برا طلعات شيء عجيب ما هذا هذا مش تشوه خلقي ومش طفرة جديدة تأسل نحن درسنا في الحلقات الماضيه ان الحيتان مثل الدلافين ومثل الاطم ها أه؟ عجول البحر وكذا وخنازير البحر كلها متطوره من كائنات ثدييه بريه رباعيه الاطراف وكان عندها اربعه اطراف طرفان اين؟ طرفان خلفياً وقلنا حتى في مؤخره ايه الحوت في الاخير موجود هذا الحزام ايه الحوضي الصغير موجود عضو اثري أحيانا يخرج هذا تأسلا يخرج إيه؟ تأسلا هذا شيء عجيب ولطيف، أعتقد أن بعضنا أو كثيرا منا شاهد على اليوتيوب المعمر اليمني المعمر اليمني المقرن صاحب القرن لما شافوش عجوبة أعجوبة اليمني أعتقد عمره الآن 140 سنة له قرن ومصور طبعا إيه بالفيديو بين احفاده واولاده ويمكن احفاد احفاده آه يخرج له قرن في ايه؟ في مقدمة رأسه، قرن قرن حقيقي ببنية قرن ها آه ويستطيع احيانا اكثر 15 سنتيمتر او اكثر ثم ايه يستأصلونه ثم لا يلبث ان يعود فينمو آه قد يكون هذا من ظواهر ايه؟ التأسل قد يكون آه هذا يحتاج الى تحقيق يحتاج الى تحقيق كما قلت لكم الأحصنة أيضا قد يولد بعض الأحصنة بثلاثة أصابع ثلاثة أصابع تطع الأرض حين يعدو الفرس تطع الأرض وهذا يسبب له التهابات هذا يسبب له التهابات هذا أيضا من ظواهر التأسل طبعا قبيل قليل في الموضوع السابق تحدثنا عن ظاهرة التأسل مزعج جدا لنا كبني الإنسان والبشر وهي ظاهرة الذيل الذيل الإنساني أو المعروف بالبروز بروجكشن يعني اسقاط او بروز البروز العصعصي يعني يسمى هذا عموما الذيل البشري يسمونه البروز العصعصي او الذيل البشري هيمن تيل هيمن تيل الذيل البشري هو هذا هذا الذيل كما قلت لكم يعني ليس مجرد سدله من جلد لا فيه فقرات فيه اوعيه دمويه فيه اعصاب اذا يحس يشعر مثل الذيول الحيوانات العاديه هذه أه؟ ذيل حقيقي احيانا يكون بوصه 2.5 سم احيانا يصل الى 30 سم قدم قدم كامله 30 سم بعض هذه الذيول كما قلت لكم تتلوى أه؟ ذي اذا ذيل حقيقي طبعا من حسن الحظ ان الجراحه تمكن ايه يعني العلماء او الجراحين من استئصال هذه الذيول مبكرا لانها تسبب حرجا عظيما للطفل ولاهله ولذويه. نعم. العجيب انه في الجنين البشري ايها الاخوه في رحم امه هذا الذيل يظهر <applause> يظهر ويبدأ يختفي يظهر بشكل واضح كالذيل سمكي يسمونه الذيل السمكي على شكل سمكه ها؟ يظهر بشكل واضح في الجنين لكن بدءا من الاسبوع السابع يبدأ في ماذا؟ في الاختفاء يبدأ في الاختفاء كأن الجسد إيه يمتصه يعني ولا يبقى منه كما قلت لكم إلا ايه؟ أربع فقرات هي الفقرات العصوصية المندمجة مع بعضها ما بتتحرك وتنتهي إيه؟ المأساة تنتهي المساء طيب إذا هذا الذيل أيها الإخوة ذيل تأسلي مش ذيل إيه؟ أثري أتافيستك يعني تيل بسموه أقول إيه؟ أتافيستك يعني ذيل تأسلي وليس ذيلاً الحديث يزال عن ظاهرة التأسل أيضا من الجميل أن نعلم أن العلماء تمكنوا من إحداث تأسلات معمليا تدخلوا واستطاعوا ونجحوا هناك عالمان مشهوران كولر أند قام أيها الأخوة قبل سواء 35 سنة سنة 1980 في أمريكا بإحداث تأسل معملي كيف؟ تعرفون الدجاج منقاره طبعا هذا المنقار ليس فيه اسنان استطاعوا ان ياتوا بجينات من نسيج فم كائن اخر مسنن متطور طبعا اكثر عن ايه من المنقار هذا واستطاعوا ان يضموا هذا النسيج جينات النسيج طبعا الى ايه نسيج منقار الدجاجه وجاءت النتيجه مخيفه منقار باسنان منقار باسنان أدرك العالمان كولر وفشر أن هذا لم يمكن ولا يمكن أن يتحقق إلا في حال كان جينوم الدجاجة يحتوي على الجينات التي تصنع وتخلق ماذا؟ الأسنان لكن لكي تشتغل هذه الجينات كان لابد من عامل ماذا؟ منشط هذا العامل المنشط جاء, جاء من لحم أو زراعة أو ضم النسيج الاخر كما قلنا، النسيج الاخر. فالحقيقة هو نسيج، اه اه بعد ذلك بحوالي يمكن ربما ما بعرف 20 سنة وكذا يمكن في أول ألفية هذه الثالثة، آه. جاءت التجارب العلمية من حقل البيولوجيا الجزيئية لتؤكد صحة اقتراح كولر وفيشر. هذا هو بالضبط الذي حصل وقالوا كلام صحيح، فالطيور عموما لها أيها الإخوة السبل أو الطرائق الجينية لإنتاج الأسنان اكتشف اكتشفوا إيه في الجينوم تبعها أو المجين يعني أن هناك إيه هذه الجينات التي تصنع الأسنان إذا لماذا لا تصنع الأسنان؟ لأنها معطلة طفرات معينة في المسار التطوري أسكتتها أصمتتها لكنها موجودة لو أمكن تشغيلها وتفعيلها ستنتج ماذا؟ أسنانا فقط هذه القضية هذا دليل جديد ومع عملية أيها الإخوة على صحة التفسير المقترح لطريقة التأسل طبعا يقول العلماء الطيور تطورت من زواحف أيها الإخوة الزواحف ذوات إيش؟ أسنان؟ هذه القضية ما إحنا عندنا ثدييات عندها أسنان لأننا متطورين برضو إيه؟ من الزواحف بعدين بخمسين مليون سنة تطورت ماذا؟ الطيور أيضا إيه؟ من الزواحف لم تتطور منها طبعا يعني هي الزواحف ها؟ هذا برانش أجا منه إيه؟ الثدييات قبل 250 مليون سنة. وقبل 200 مليون سنة برانش آخر اجى منه ايه؟ الطيور التي انتهت بالطيور الحديثة. يقول العلماء عفوا وقب... وقبل 60 مليون سنة فقدت كل الطيور أسنانها. إذن بداية التطور كانت قبل كم؟ 200 مليون سنة. زواحف تطورت إلى طيور. قبل 60 مليون سنة ما الآن فقدت كل الطيور وآخر الطيور ماذا؟ أسنانها. لكن هل هذه الجينات لا تزال موجوده؟ لا تزال موجوده في جينوماتها او مجينها. فالحقيبه الوراثيه لا تزال موجوده. يمكن بتشغيلها او تحريكها او تنشيطها ان تعود فتظهر الاسنان، شيء جميل وبديع، هذا العلم علم علم خطير وجميل وجريء. بريف هذا العلم علم جريء جدا وملهم يا اخواني حقيقه. علشان هيك الان بعض الناس المفتونين بالعلم يعني وخاصه العلماء انفسهم. اه ويعني والمقللين لدور الفكر المحض او التاملي والتهويمي والفلسفه يعني عندهم مش عذر ومش بعض العذر عندهم اعذار كثيره يعني واحد زي ستيفن هوكينغ لما يطرح اسئله يقول ايه خاصه في كتابه الاخير الجراند ديزاين هذا يقول هذا سؤال لا يجيب عنه ايه لا تجيب عنه الفلسفه ينبغي العلم لماذا؟ لأن الفلسفة ازدادت ما قال؟ ما دات ما فلسفة؟ علم الآن العلم عنده قدرات غير طبيعية على التحقق من أشياء كثيرة وافتراضات كثيرة جريئة جدا لم تكن حتى تخطر على بال مين؟ الفلاسفة أو حتى رجال اللاهوت هذا هو العلم العلم شيء فظيع يعني, يعني أعتقد إيه بدأ إيه الوقت يقترب للأسف إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته